ازيكم يا مواليد برج السرطان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج السرطان ليوم الاثنين 28 نوفمبر تشرين الثاني 2022. بالنسبة لك النهاردة يا سرطان، توقعات العشرية الأولى مواليد 21 يونيو ل2 يوليو. عندك اضطرابات كتيرة في يومك، من المحتمل تبتدي تظهر ليك أزمات عن قريب. حاول انك ما تفقدش مزاجك ولا اعصابك، حتى لو كنت بتحافظ على رابطة جشأك في الفترة دي. هتواجه احداث كتير غير سارة، وكل القلاقل بتثيرها مش هتدوم كتير. بالنسبة لك النهاردة يا سرطان، توقعات العشرية التانية مواليد 3 يوليو ل12 يوليو. هتعيد بحثك وهتقيم كل امورك. هيتم اعادة بحثك وتقييم ارائك وكل اعمالك بشكل من الاشكال، حتى لو ما كانتش الامور دي بتمشي على ما يرام. هتميل انك تراجع السبب لخطأ يبقى صدر من الاشخاص اللي حواليك، او حتى نتيجة للظروف الحالية. من الافضل انك تاخد احتياطاتك وتتحلى بالصبر اكتر، بالاضافة لكل ابتهاجك بالانتصارات على كل الازمات الحساسة اللي بتعتبر من غير عواقب. هتخرج النهاردة منها بدروس كبيرة. بالنسبة لك النهاردة سرطان، توقعات العشرية التالتة مواليد 13 يوليو ل22 يوليو. هتعم اجواء من ارتياب هتستوجب منك انك تاخد موقف. هتلاقي صعوبة شوية في انك تتخلى عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من كل العواقب السلبية اللي بتبقى نابعة من مطلع. بالنسبة لحركة الكوكب اليوم، في تراين واضح مع كوكب المريخ وزحل في اليوم ده، هيساعدنا علشان ننضبط اكتر ونعتدل اكتر في تقاليد توقعية كتير. هيحفزنا العبور ده النهاردة علشان نبقى منتجين باهتمام اكتر بالطرق التقليدية والمجربة والحقيقية. هنمشي نحو انفسنا باعتدال اكتر، هنبتدي نشعر بكتير من التوجه والعزيمة. هنبقى بنميل اننا نكون دقيقين اكتر في كل جهودنا. هنشكل الجانب ده لأول مرة لغاية آخر سبتمبر. النهاردة هيعود علينا مع كوكب المريخ للورا، هيمكن نحيي مشروعات كتيرة بتتضمن تنظيمنا وبنائنا. هيبقى فيه شعور كبير بأنه مش هنعرف نكون عندنا حاجة واحدة في يومنا، مش هنشعر بالثقة كافية. هتزعزعنا كل القارب اللي عندنا النهاردة من الأمان. هيواصل القمر عبور البرج الدلو طول اليوم لغاية ما يدخل الحوت.